السيد الرئيس، السادة النقباء، السادة الأمناء العامين المساعدين، السادة أعضاء المكتب الدائم، أهلا السادة زملائي أعضاء النقابة العامة من مجالس ونقباء وزملاء. هنا دمشق من القاهرة، هذه الكلمة التي مثلت المجد العربي، المجد العربي حملتها من المشرق سوريا، حملت فكرة العروبة إلى الأمة العربية. في الجامعة العربية كانت إحدى ثلاث أنشأت الجامعة العربية، من سورية العروبة كانت دولة الوحدة، دولة الجمهورية العربية المتحدة، الإقليم الشمالي سوريا والإقليم الجنوبي مصر. لم تغب أبدا فكرة العروبة، ولم تغب سوريا عن الوجدان العربي، كانت وستظل قلب قلوب العروبة الثلاث: القاهرة ودمشق وبغداد، الأعمدة التي أعمدة الخيمة العربية. في الحقيقة هذه دمشق التي كنا دائما ندافع عنها، لم ننساها ولم نتغيب عنها أبدا في اتحاد المحامين العرب كمؤسسة قومية وحيدة. كنا دائما مع سوريا ومع جيش العرب السوري في مواجهته، ليس فقط للعدوان التركي ولكن للمشروع الأمريكي الصهيوني للتفتيت والتقسيم، مشروع سايكس بيكو 2 المذهبي الذي قسم سوريا أو سعى إلى تقسيمها عرقيا كرديا وتركيا وشيعيا وسنيا ومذهبيا. هذه العرقية أو المذهبية التي قصدها المشروع الاستعماري من برنارد لويس أو بايدن، كلهم سعوا إلى تقسيم الوطن العربي. كانت سوريا مستهدفة وما زالت سوريا مستهدفة وما زالت الأمة العربية مستهدفة. لم يكن استهدافهم أو استهدافها إلا تتويجاً لغياب المشروع القومي العربي، هذا المشروع الذي غاب منذ زيارة القدس ومنذ كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة. كل هذه المشاريع الاستسلامية هي التي غيبت المشروع العربي وأعطت الفرصة لتمدد المشروعات الإقليمية في وطننا العربي. المشروع التركي مشروع إقليمي يتمدد على حساب مشروعنا القومي العربي، المشروع الإيراني يتمدد على حساب المشروع القومي العربي. هذا الغياب كان لابد معه أن يحدث ما حدث، لكننا اليوم وبانتصار الجيش العربي السوري في حلب وفي إدلب وفي حمص وفي الحسكة وعلى امتداد الأرض العربية السورية التي كانت في لحظة كلها مهددة بداعش كأدوات للمشروع الصهيوني الأمريكي، وبداعش والنصرة وغيرها وأدواتهم جميعا. والآن تركيا تدخل إلى الشمال الشرقي السوري، لكن نحن الجيش العربي السوري انتصر ودخل إلى الشمال الشرقي السوري وعلى الحدود الآن، وهذا نصر جديد. لعلها البشرى، البشرى تأتي من المشرق ومن دمشق ومن إدلب وعلى الحدود السورية، كما أتت بالأمس من تونس بشرى أخرى بانتخاب قيس سعيد، قيس سعيد الرئيس التونسي الجديد الذي أعلن
أن غياب العلم أنه كان يتمنى أن يكون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التونسي، واعتبر أن عندما سئل عن التطبيع قال أنه عار وخيانة، وأن من يطبع يكون متهما بالخيانة العظمى. هذه بشرة أخرى تأتي إلينا من تونس، من تونس الخضراء بانتخاب قيس سعيد. البشرة الثالثة تأتينا كل يوم من الصدور العارية على الأرض المحتلة التي تواجه صدور عالية في مسيرات العودة، تخرج إلى الحدود، إلى الجدران وإلى الأسلاك الشائكة لتواجه رصاصات العدو الصهيوني، من أطفال فلسطين، من عرب فلسطين في الأرض المحتلة قبل 48. هذه كلها بشارة نعتبرها بشارات النصر وبشارات الأمل لهذه الأمة. إننا من هذا الاتحاد يجب أن نحيي موقف نقابة الجزائر التي تقود اليوم مسيرات شعبية تطالب بمطالب التغيير الديمقراطي في الجزائر. في العراق يجب أن نحيي من هنا انتفاضة الشعب العراقي، انتفاضة الخبز وانتفاضات الحاجة لدى أهلنا في العراق، ونقول أن العراق ليس لديه بديل إلا بالمواطنة، بالجيش الوطني، أن يعود الجيش العراقي جيش وطني يعبر عن كافة أطياف الشعب العراقي، إسقاط دستور بريمر كما طالبنا من قبل، ونطالب أن إسقاط دستور بريمر هو البداية لبناء العراق الجديدة على أساس من المواطنة. في السودان نحن إذ نحيي حركة الشعب السوداني وثورته والحراك الذي يقود في السودان، فإننا ونحن نحييهم ونؤكد على وقفتنا معهم، نؤكد على أن التضييق الذي يضيق به المسؤولون في السودان على السوريين هناك هو تضييق مرفوض، ويتعين مراجعة النظر في إجراءاته هناك. كما نؤكد على أن من دعا من داخل الحكومة السودانية إلى عودة يهود السودان فإن هذه الدعوة لا تصب بالتأكيد في مصلحة الأمة العربية، لأن بعضها أو معظم هؤلاء اليهود هم من تم سفرهم وهجرتهم إلى الكيان الصهيوني في أرضنا المحتلة. إن سوريا العربية وهي تنتصر بجيشها العربي تؤكد من جديد أن سوريا المنتصرة بإذن الله لا بد أن تعود إلى أمتها. وأنضم في هذا المقام إلى زملائي الذين تحدثوا عن المقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية والتركية، فضلا عن مطلبهم بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، أيضا فإن على الجامعة العربية والنظام الرسمي العربي دور مهم في أهمية تفعيل قرارات مؤتمر شرم الشيخ في تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك. علينا كأمة عربية أن نساعد الشعب السوري والجيش السوري بتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك. هذا التفعيل يعني أن يكون الجميع جيوشا وعتادا بجوار الشعب السوري في معركته التي لم تنتهي ولن تنتهي إلا برحيل كل مغتصب وكل أجنبي في الأرض السورية.
من الناحية الأخرى في اليمن نحن نؤكد على أهمية الحوار على أساس مخرجات الحوار في اليمن. هذا الحوار من الأمس كان هناك اتفاقا بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، لكن كمان هناك أهمية للحوار بين كل أطياف الشعب اليمني وقواها الشعبية وقواها السياسية على أساس مخرجات الحوار. من الناحية الأخرى أنبه زملائنا في الاتحاد كنقباء وأمناء مساعدين إلى أن هذا الاتحاد هو المؤسسة القومية الوحيدة. يجب علينا مسؤولية قومية، يجب الحفاظ عليه كمؤسسة، مؤسسة بعمل مؤسسي، ولا نجعل الصراعات تذهب به إلى حيث لا رجعة وحيث يعصرنا الندم فيما بعد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.